ضيف حلقتنا النهاردة هو الفنان يوسف منصور. ولد في 16 إبريل عام 1966 بمنطقة شبرا لأسرة مسيحية. عند ولادته مباشرة تم إلقاؤه في القمامة، حيث كشف أن والدته كانت في حالة ولادة متعسرة، حتى اختارت جدته التضحية بالطفل. وقرر الأطباء أن يعرفوا سبب وفاته، ولكنهم فكوا بأنه على قيد الحياة. هاجر الفنان يوسف منصور إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهو في سن 9 من عمره، وواجه العديد من التنمر بسبب نحافته الشديدة في مرحلة الطفولة، لدرجة أن الأطباء أجمعوا على عدم قدرة عضلات جسمه على النمو حتى سن 15 عام. لذلك قام بتناول فيتامينات وإجراء بعض التدريبات حتى تكونت عنده عضلات، وكانت معجزة بالنسبة له. بدأ بممارسة رياضة التايكوندو، ووصل فيها لمرحلة لم يستطع تخطيها بسبب ضعف قوته الجسمانية، لذلك تركها والتحق برياضة الكونغ فو، حيث اكتشف أن الكونغ فو رياضة عبارة عن طريقة حياة لا مجرد لعبة، ومجالات القوة فيها تتجاوز القوة الجسمانية، وبدأ يتدرب عليها في عدة دول منها أمريكا والصين، حتى أصبح بطل رياضي. دخل الفنان يوسف منصور مجال الفن عن طريق الصدفة البحتة، من خلال ترشيحه من قبل المخرج إبراهيم عفيفي لبعض المشاهد التمثيلية في أولى تجاربه، من خلال فيلم العجوز والبلطجي عام 1989، والذي قدم من خلاله مساحة صغيرة من المشاهد لرجل مهمته إنقاذ بطل العمل، ويعتبر أهم أدوار حياته الفنية، وكان بوابة لدخوله مجال التمثيل، على الرغم من وصف نفسه بأنه ممثل غير جيد وغير راضي عن أدائه، إلا أنه ترك بصمة مشرفة لدى جمهوره ومحبيه. قدم الفنان يوسف منصور على مدار مشواره الفني حوالي 14 فيلم، أهمها قبضة الهلالي مع الفنانة ليلى علوي والفنان حمدي الوزير، جحيم امرأة بطولة الفنانة فيفي عبده، لا يعنف بطولة الفنان الراحل فريد شوقي، الرجل الشرس وقط الصحراء وسوق الحلاوة، وبدر وميكانيكا وبيت العليلي ومستر سين. وكان له مسلسل وحيد في الدراما التلفزيونية وهو مسلسل قلوب عطاشة. في بداية عام 2000 أصيب الفنان يوسف منصور بتهالك في المفصل اليمنى أثناء تمرنه على الكونغ فو بسبب التدريبات الكثيرة، مما تسبب في إصابته بالاكتئاب نتيجة قدرته على عدم المشي ورفع إيديه، وأجمع كل الأطباء على ضرورة إجراءه عملية جراحية لتركيب مفصل نتيجة تهالكه. لذلك قرر السفر لإحدى المراكز في ألمانيا والمتخصص في طرد السموم وإخراج ديتوكس من داخل الجسم واستخدام الخلايا الجذعية في العلاج، ونجحت الطريقة في شفائه ومن تهالك مفصله. كما فاجئ الفنان يوسف منصور جمهوره وأصدقائه من الوسط الفني وخارجه عن إصابته بمرض السرطان، وأكد أنه رفض تعاطي العلاج الكيماوي قائلا: العلاج الكيماوي مش بيفيد، فهناك 15 مليون شخص في العالم يتناولون العلاج الكيميائي يوميا، لكن العلاج الكيميائي عمره ما فات حد، الكيماوي بيدور جهاز المناعة، ورفضت تماما تعاطيه. وما لا يعرفه الكثيرون أن الفنان يوسف منصور اعتزل مجال التمثيل منذ فترة طويلة، خصوصا بعد إصابته بالسرطان، وهو ما دفعه للدراسة في مجال الطب، والعلاج هو السبب الرئيسي وراء ابتعاده عن الساحة الفنية، حيث يشرف حاليا على مركزه الخاص في ألمانيا الذي يعالج السرطان بالدم والخلايا الحية دون أي أدوية على حد قوله.